والله العظيم تعرف احيانا قدرك ان اكل عيشك انك تقدم برنامج في وسط فيه ناس مهبل. يعني لو الواحد يختار والله يروح يقدم برنامج في مجال ثاني، بشوف اخرته. احنا وين رايحين مع هذا الوسط الرياضي؟ تعرف خذنا معك. لا يا حبيبي خذنا معك. لا 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 خلوكم هنا. انا والله ابي اروح لحالي. كل اللي غذوا الجنون في الوسط الرياضي، كل اللي غذوه وعبوه وشحنوه وضغطوه، اليوم طالعين يتكلمون لك عن الاخلاق يا اخوان، واين المهنيه؟ يعني تلقى واحد هو الماده الخام للتعصب. يعني انت تاخذه وتكرره وتوزع التعصب، هو الماده الخام. ممكن يطلع يتكلم لك يا اخوان اين المهنيه؟ وين المهنيه؟ هذول المهبل ودك والله العظيم ودك تاخذهم وتجمعهم تحطهم في زاويه، وتجيب الجمهور اللي يصفق لهم وتحطهم معاهم في زاويه، تقول لهم اقعدوا هناك، اقعد انت كذب وهم يصفقون لك، وخلكم هناك براحتكم واتركونا في حالنا. لان هالجنان شوف هو حيوصل اخره، بس وش اخره انا ما اعرف. يعني هو ما حيستمر كذا، ما حيستمر، هو اكيد حيوصل مرحله من المراحل لاخره. بس احنا وش بنخسر اذا وصل اخره؟ انا ما اعرف. في ناس شغلتها تركب الموجات، يعني اليوم الموجة أخلاق أخلاق، اليوم الموجة وطنية وطنية، اليوم الموجة تعصب تعصب، وشغالين. وبعدين شغالين بالهاشتاقات. شوف تقدر تشتري جمهور، والله أنا بقولها لبعض الزملاء اسمحوا لي فيها، يعني تقدر تشتري جمهور، تقدر تشتري رتويت، تقدر تشتري نجومية، تقدر تشتري ترند، تقدر تشتري اللي تبي. الشيء الوحيد اللي لو تموت ما تقدر تشتريه هو الاحترام. الله عليك. والله ما تقدر تشتريه بفلوس الدنيا. الله عليك يا وجود. ما حتشتري هالاحترام. في اعلاميين مهابيل في الوسط الرياضي، اذا تعتقدون اللي قاعد يصير ذا حيستمر بهالشكل، لا، هو حيوصل اخره في يوم من الايام. بس لما يوصل اخره واحنا وش بنخسر في الطريق؟ حنخسر بلاوي. لغه الخطاب اليوم في لا من الاعلاميين ولا من المسؤولين، شيء غريب والله اللي قاعد يصير، والله العظيم اللي قاعد يصير شيء مرعب. هو شوف ترى اللي صار يرمز للي يصير ترى في البرامج، بعض البرامج الفضائيه. والله العظيم انا اعود واكرر، انا ما امارس الاستاذيه، انا اقول يا جماعه اوكي اختلفوا سووا اثاره. حد يجي يقول لي اتحاد الاعلام الرياضي، اتحاد الاعلام مش شايفين ايش قاعد يصير من بدايه الموسم؟ والله مو شايفين. لا احنا اتحاد الاعلام الرياضي وش قاعد يسوي غير انه يطلع تصاريح للاعلاميين؟ وش قاعد يسوي؟ معقوله كل هالبال ما شافوه؟ مش ممكن اللي قاعد يصير، والله العظيم مش ممكن، ماني عارف. لا ولا لا، بعد الاعلامي الثاني اللي طالع دامس باللقاء يعني بيجيبها من وراء التريلات، ومن تقصد بنادي القرنبع، وهذاك يرد عليه. وبعدين يجي احد الحين ممكن يطلع لك احد يقول لك وكيف انت اعلامي وتطالب بايقاف اعلاميين؟ خلنا نعترف انهم اعلاميين اول عشان نقول والله ندافع عنهم ولا ما ندافع. يجي واحد يقول لك اعلامي يطالب بايقاف اعلامي، مين قال ذا اعلامي؟ اتحاد الاعلام هو اللي يشرف على البرامج الرياضيه. مين اللي قال ان هذول اعلاميين اللي يقدمون مثل هذا الطرح؟ مين اللي قال؟ اتحاد الاعلام الرياضي ايش قاعد يسوي؟ هي مهب على نجوميه الاعلامي ولا على وسيلته الاعلاميه اللي ينتمي لها. اللي قاعد يصير شيء غريب، حنوصل نهايته بس ما اعرف متى، ولا اعرف وش حنخسر في الطريق. لغه خطاب مجنون يا اخي، وقفوني يعني. والله العظيم وقفوني، خل اروح بيتي. وقفوني يعني على الاقل قدام اداره القناه اقول لهم اعطوني راتبي، انا مداوم، بس موقفيني الجماعه. انا صراحه ابغى الراتب عشان اصرف على اولادي يعني. لا ترى في حق. بس ابو جود وقفوني. ابو جود مو معقول والله يا ابو تركي، والله العظيم انك لما تشوف اللي قاعد يصير ايش تقول؟ انا لا نقول في انظمه، في قوانين، في لوائح تطبق على اللي مو بصاحي يقعد في بيتهم يا اخي.
اللي مجنون يقعد في بيته لا يطلع قدام الناس بهالطريقة. من يقيم الإعلام الرياضي يحتاج إلى تقييم. أنا أقول أنا ولا بطل في الموضوع. من يقيم الإعلام الرياضي؟ من يصنف يعطي بطاقات؟ أنا الحين أنا أبغى أعرف يا أبو تركي أنت الحين هم الآن يمرون. أنت عضو في اتحاد الإعلام الرياضي؟ لا والله. طيب من اللي عضو في الاتحاد؟ أعطوني بس عضو في الاتحاد. تعرف وش اللي ينقال عليه غلط ولا ما تعرف؟ أنا ما أعرف وش اللي عشان عم أمسك الضيوف قبل الحلقة. شباب لو سمحتم هذا جاينا من اتحاد الإعلام الرياضي يقولوا لكم هذه الأشياء إذا قلتوها تراها موجبة للإيقاف وهذه أشياء ما تعرفون. هي واحد كذا طالع نوقفه ما نوقفه نعاقبه نصلحه نضبطه ما تفهم برضو قبل إحنا ما نقول وقفوا الناس إحنا نقول يا أخي هذبوا لا بس برضو قبل كده.